أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم، نورتونا في حلقة جديدة من غني لي شوية، اللي إن شاء الله باش نغنيو مع بعضنا برشا مش شوية، ويكون إن شاء الله وقت ممتع نتقاسموا فيه الآراء الأذواق ونغنيو فيه مع بعض. اخترنا لكم اليوم مطرب تألق على الساحة الفنية في أمريكا، بدايته كانت من لبنان ويتميز بعدة أشياء نكتشفوها مع بعضنا إن شاء الله اليوم. معنا جد ماضي، أهلا وسهلا بك على قناة الام اي. أهلا وسهلا فيك، مساء الخير لك ولكل المشاهدين اللي عم بيشوفونا، وإن شاء الله بتكون سهرة ممتعة وتنال إعجاب الكل إن شاء الله. إن شاء الله نحب نرحب أيضا بمحمد أيوب بإبراهيم دياب أصدقاء للبرنامج، أهلا وسهلا بكم نورتونا. يعيشك إبراهيم. خليك إبراهيم تحيي جمهورك اللي هم بعثوا لي إيميلات ورسائل اللي يحبوا يشوفوك معنا في البرنامج. اهلا وسهلا اول شيء باصدقاء البرنامج كلها والفيورز الطيبين والحلوين، ف يعني ان شاء الله هالبرنامج الحلو من اعجابكم مثل بنعودكم على طول، واهلا وسهلا فيكم. I hope you enjoy this wonderful episode. Thank you إبراهيم. ما يخفيش الجميع أنه الحمد لله أنه هذا البرنامج من أنجح برامج الموجودة في خصوصا في الميدان الفني، ويخلي عدد كبير من الفنانين يحبوا يجيوا في الاستضافة، لكن احنا نأكدوا أنه نركزوا على نوعية معينة من الفنانين، إن شاء الله يكونوا هما فقط الموجودين معنا في هذا البرنامج لكي نكون دائما عند حسن الظن. خلينا مع بعضنا مع جاد. جيد، احنا سمعنا انك عضو في نقابة الفنانين في لبنان، صح؟ صحيح. يا ريت تحكي لنا على من البداية لحد ما وصلت لهذا المنصب. اكيد. انا بدايتي كانت طبعا كل واحد انه بيكون عنده موهبة طريق وقت اللي بيبتدي بحياته الفنية وبيكتشف نفسه اول شيء بيأمن بحاله وبنفسه، بعدين الناس بتعطيه بتشجعه وبتعطيه الدافع، يا طبعا الاهل الاصحاب البيئه اللي كنت عايش فيها. يعني اول انت بتعرفي دعم كان من الاهل؟ يعني اكيد تشجيع اكثر شيء من والدتي، وبدايه يعني اصحابنا الناس اللي بنحتك فيهم بيكتشفوا انه عندك شيء حلو تعطيه، بالمدارس نطلع بمهرجانات غني من انا وصغير، يعني مش تقريبا كان عمري 10 سنين واطلع مهرجانات. 10 سنين شو غنيت وعمرك 10 سنين؟ كل شيء كنت احب عاصي الحليني اكثر شيء، كنت اقول له عاصي رح اقول لكم شو كنت اقول له. مراني كل الناس بس ولفي ما مر وبقلبي اشوف هواك وفعني ما اقدر يا ويلي. كنت غني ما شاء الله يعطيك الصحة. بحب عاصي الحليني كثير، اغاني من انا وصغير تربيت عليهم، نجم بحبه كثير. اللي نعرفه انك تألقت في الساحة الفنية هون في امريكا باللون الجبلي. لحتى صاروا حتى توانسة يطلبوا منك اللون الجبلي. الجبلي، يا صحيح. حتى عندي بالحفلات الخاصة، حتى بحفلات الزفاف وهيك، حبوا الأشياء الجبلية الشعبية اللي بنقولها بلبنان، الشرقية، مش جديدة على الشعب العربي، يعني حب التراث اللبناني واللون اللبناني، انه شعب ذواق الشعب العربي، وبيعرف في ناس الحمد لله بعدها بتعرف تسمع، يعني ولو كان بامريكا وبكندا بشكل عام بامريكا، يعني الحمد لله بيقدروا الفن. وهذا شيء مع وجود عدد كبير من الجاليات العربيه هون في المهجر، فانا كده نكون سعيده ليك وقت اللي نسمع انه يطلبوا منك لبناني، مش اللبنانيين فقط لكن حتى العراقيين يطلبوا منك اغاني لبنانيه، التوانسه والمغاربه يطلبوا منك ايضا اغاني لبنانيه، هل صحيح. هذا يخليك تشعر اكثر بالمسؤوليه؟ طبعا انه هذا لوني انا، يعني بكون حريص دائما اني اعطي الافضل دائما. اي اكيد، يعني بدي يكون منتبه لهي الامور، اني دائما الفت النظر واترك بصمه عند الناس، هي اهم شيء. انك انت وقت اللي بتغني بمطرح مش المهم انك غنيت وفليت، الناس شو تحكي عنك بعدين، كيف تحكي عن فنك، تركت بصمه مهمه عند الناس، هيدي اهم شيء بالنسبه لي انا، يعني صحيح الحمد لله انه
والناس عم تقدر. هيدا اهم شيء بالنسبه لي. في ناس الحمد لله بعدها دينتها بألف خير وبتسمع حلو. الحمد لله، كل التوفيق لله. ان شاء الله ناخذ مع بعض اتصال من روان. الو، اهلا وسهلا بك روان. هلا مساء الانوار. هلا، هاي 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 روانة. روان اهلا وسهلا بك. هاي، من وين تتصلين لو سمحتي؟ انا كاتسنت من ديربورن. اهلا وسهلا بيك وبكل اهل ديربورن. مين بيتفرج معك في الحلقه؟ مين يتابع في الحلقه معاكي؟ هلو روان. روانة. هاي روانة. هاي روانة، كيفك؟ منيحة، كيفك انت؟ كيفك حبيبتي؟ كل شيء اوكي؟ الحمد لله، كيفك انت؟ تمام. شو بتحبي تقولي لمدام صفا عن جاد ماضي؟ واكيد لجاد، لانه جاد مبين بيعرفك من المكالمة، صح؟ ايه، جاد ماضي احلى ناس. تسلمي تسلمي حبيبة قلبي. وانت معنا كمان من احلى جمهور. يسلم يسلم. شو بتحبي تسمعي روانة؟ غنيلي اي شيء من عاصي حلاني. اوكي، تكرم عيوني. اوكي، رح يغني لك اي شيء العاصي الحلاني لعيونك احلى روان. ثانك يو على الاتصال، لانه هناك كثافه في الاتصالات. ناخذ الاتصال الموالي من ليال. الو ليال. هيا مدام صفا، ازيك؟ الحمد لله، ازيك انت؟ الحمد لله. برنامج الحقيقة جميل جدا، وانت فنانة جميلة قوي قوي. ثانك يو حبيبتي. انت من مصر صح؟ يس. تحية كبيرة كبيرة برشا برشا لكل الشعب المصري اللي تبع في برنامجنا، وخاصة لك انت. الله يخليك يا حبيبتي، والف سلام لكل العرب بتونس والجزائر والجالية الجميلة بديربون. ان شاء الله. تحية حلوة كثير منك أخت. معنا اليوم جاد ماضي، صوت لبناني جميل جدا. لو تحب تدلل عليه تطلب أغنية أو تسأله سؤال. يس، بحب أسأل الفنان جاد إزاي هو يتميز عن الفنانين اللي بديربون. هل هو يتميز بحاجة تانية؟ يعني ما يغنوش كلهم نفس اللون؟ هو بيتميز. أنا بسمع أحيانا كل الفنانين هنا يغنوا بنفس الستايل، فهل هو يتميز عن بقية الفنانين الموجودين بديربون؟ بسمة، أنا رح سمعكم اليوم وأنتوا الجمهور. أنتوا بما أنه يمكن بعد إذا مش حاضرتيني رح تسمعي، وأنتوا الجمهور، أنتوا اللي بتحكموا، نحن ما فينا نحكي عن نفسنا، بس الناس هي بتعطي رأيها. أكيد أنا عندي طريق، أنا عندي لون معين، أنا بشخصيتي عم غني، بشخصيتي عم غني لون غريب شوي يمكن عن الناس. الناس بتحبه، بحسس الناس دايما ببلدهم بوطنهم، ببعدهم عن الغربة عن جد. ولو كنت بالغربة تحسي حالك ببلدك، وقت اللي بتسمعي شيء يشدك للوطن وللبلد وللأرض. صحيح. وبالنسبة لأخت ليال مصرية، هل توعدنا أنك تغني شيء مصري لعيون ليال؟ أنا بحب الأغاني المصرية كثير قوي والعربية، وبحب كمان اللون اللبناني الجبلي الجميل اللي يختص فيها جيد معدي لعيوني. يس. وبعدين كان عندي سؤال للشاب العازف الأورج، كنت حابة أسأله سؤال. إبراهيم ممكن؟ أكيد إبراهيم. معك ليال إبراهيم؟ يس. ابني 14 سنة وبيحب يلعب الأورج، وإزاي يعني أخليه يبتدي بالعزف؟ أول شيء لما الواحد ببلش عزف، أهم شيء البيانو، عزف البيانو، لأنه البيانو مش كهربائي، بتأول أصابع بالأول. آلة وترية. آلة هي آلة percussive instrument، وبنفس الوقت لما ابني يتعلم البيانو كمان برضه بيتعلم قراءة النوتة وقراءة الهارموني وكيف الواحد بيتصرف بالهارموني. فأنا بنصح ابنك يبلش عزف بيانو، بعدين بيحول على العزف الشرقي مع أستاذ بيفهم بالمقامات الشرقية طبعا. أنت بلشت بعزف البيانو يا إبراهيم؟ أنا بلشت طبعا بعزف البيانو، كان عمري مثل عمر ابنك شوي، بلشت يعني 13 سنة، بلشت 13 سنة على عزف البيانو، وبعدين تحولت على السلاسم
والأصوات. أنت تعلمت بالبلاد العربية؟ هنا في أمريكا. ويعني هذا يخليك تشجع ابنك أنه يتعلم البيانو على الطريقة، هو أكيد البيانو يكون من الأول على الطريقة الغربية، لكن واحدة واحدة بعد ما يقرأ النوتة الموسيقية مثل ما نصحك المايسترو إبراهيم يصير يقدر أنه يعزف كل المقامات العربية، وهذا يعني شيء ممكن وبالتشجيع وبالدراسة والبراكتس، لأنه مثل ما شفت المايسترو إبراهيم مثل ما قالك أنه تعلم في أمريكا. شكرا حبيبتي على الاتصال، ناخذ الاتصال الموالي. أهلا وسهلا بيك نانسي، مساء الأنوار. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، الأخت من لبنان؟ إيه أنا لبنانية بس عايشة بميشيغان. أهلا وسهلا بيك وبكل الجالية اللبنانية. اليوم معنا مطرب أنيقي يختص في اللون الجبلي. مزبوط جاد. تحب تحكي معه؟ إيه أكيد، أنا حابة أقول له لجاد إنه أنا كتير بحب طلته وبحب أدائه واحترافه، أنا كتير كتير من المعجبين فيه، وياريت في سمعني غناية الليلة. تسلمي تسلمي نانسي، لعيونك أكيد بيسعدني، ودايما أنا محبة الناس هيدي رصيدي الحمد لله، بس أسمع الناس عم تحكيني هيك وعم تحكي عني هيك، هيدا بيزيدني عطاء وبيزيدني حرص أني أعطي الأفضل دايما عندي. Thank you نانسي. يا تكرم جاد، يعني انت عن جد عن جد من المطربين البروفيشنال هون، وانا كتير عندي احترام كبير لإلك وبقدر اللي عم تعمله هون، بالاخص بصوت الجالية اللبنانية نحن كتير من قدرك. تسلمي تسلمي كلك ذوق، انا حابة اسمع غنية منك. اكيد لعيونك ان شاء الله رح يهدي لك. لعيونك احلى اغاني لعاصي اليوم ان شاء الله رح يهدي لك اغنيه خاصه ليك. نحن ناسف لانه هناك كثافه في الاتصالات. ثانك يو حبيبتي على الاتصال، ناخذ الاتصال الموالي من عند لارا. الو لارا. الو عسلامه. عسلامه عسلامه صافي معايا. هي مرحبا، شنو هي حوالك؟ خاطر اي نايش في توليد وهايو، اما كعرفت لي توصيها فرحت اكثر. يا عايشة وانا فرحت برشا برشا كسمعت صوت تونسي. يا عايشك حطيني والله، دوبا شفت تونسيها قلت يا في ميشيغان تونسيها. مرحبا بيك وبالاكسون الساحلية. يا عايشك وتحية للساحل الكل ان شاء الله. يا عايشك يا عايشك يا عايشك، وان شاء الله ان شاء الله اختي ان شاء الله الامور تتحسن في تونس وفي كل العالم العربي، نعرف احنا كلنا كله على تونس والله الكلنا كيف كيف نهارين هذا والله ما نرقدش نخلم فيها. يا عايشك لارا. نخلي نبدلوا جو شويه مع نجد مالي، صوت حلو برشا على فكره. الصبايا اهلا لارا، كيفك؟ كثير منيح. انا كيفك انت؟ الحمد لله، كيفكم انتم؟ كل شيء اوكي الحمد لله، كلنا مناح، وتوليدو كلها بتسأل عنك وبتسلم عليك. الله يسلمكم يا رب. أنا بأوهايو بتوليدو عملت كذا حفلة، عملت حفلات الجامعات، عملت غنيت بالكونفنشن. لارا شافتك فيها. يا كلهم الصبايا هنيك حضروني وبتابعوني والحمد لله كانت حفلات كتير ناجحة، هني بيحكوا عنا بتركهم أني يحكوا. يا عايشك يا لارا. اي بالحق زي بحدينا مرتين واكثر زيدا، وفي حفلات كبار وشو شيخنا بالتونسي مع صح 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 عزيز. عايشك عايشك، وانت لازمك تجي مرة جايك يعمل حفلة هون، لازمك تجي ان شاء الله ان شاء الله. يعيشك، ميرسي على التليفون. يعيشك عزيزة، ميرسي لارا. مع صوت تونسي وسمع صوت جاد زيدا. تسلمي تسلمي لارا. وجاد شو ما بدك بتغني لنا؟ انا قبلاني لعيونكم انتو بتسمعوا حلو، انا بسمعكم احلى كمان. لعيونك لارا، الله يخلي لي اياك. شكرا جاد، شكرا. ثانك يو ثانك يو على اتصالك. ثانك يو، شكرا ليك ولكل جالية تونسية اللي تابع فينا ولكل جاليات العربية الكل، خاصة اللبناني اللي يعشق الجبلي وكل جاليات العربية اللي يعشق الجبلي. معنا اليوم فرصة ليهم، هو معنا جيد مادي باش يمتحهم ان شاء الله باللون الجبلي اللي بصراحة يعني كله هكا خشونة ورجولة. يا انا بدوري بدي سلم على كل الناس بأمريكا وبكندا وبالمكسيك، كل اللي عم بيشوفونا. أنا جيت من لبنان صار لي سنتين هون تقريبا يعني، فما حسيت أني بغربة عن جد.
كل في ناس كتير طيبين حضنوني بالأخص بديربون هون. تانكيو لكل حدا وقف جنبي وساعدني وعطاني فرصة اني طلع الناس وشوف الناس وسمعهم وعطين اللي عندي، وعلى هيدا الأساس الناس الحمد لله جاوبت معي وانطلقت بفترة صغيرة كل العالم تعرفتني، وهيدي نعمة الحمد لله بفترة قصيرة. فتانكيو لكل حدا ساهم انه انا عارف وشوف الناس هون. وان شاء الله قناه الـ MEA TV تزيدك اكثر شهره واكثر نجاح، وتكون اول اعمالك موجوده معنا في القناه اللي حقيقه هي من انجح القنوات العربيه في امريكا. ما في شك، ما عندي شك، يعني عم تابعكم انا وشغلكم بجنن. ثانك يو. ما في حكي، يعني الحمد لله انه شغلكم حلو. انا بيشرفني بيسعدني انه اكون معكم بهالسهره صفا ومخرج البرنامج نور، والقناه مفتوحه ابوابها للاصوات اللي ايا سليمان وان شاء الله كبيره لها، وان شاء الله مش اول مره، دائما نحن نكون معكم. اهلا وسهلا بكل مطرب يقدم لون راقي، واكيد بعد هذه الكلمات الانيقه الجميله اللي مست قلوب العرب اللي شاهدوا فيك، نسمعوا حاجه هدي خاص منك انت لكل جاليات العربيه من دون ما ننساو حتى حد، ما نساوش لارا وليل وروان والكل. ما رح ننسى حدا اكيد، رح نسمع الكل اشياء حلوه، رح نفتتح السهره على طريقتنا. انا بحب حي الناس الموجودين والجاي احلى ان شاء الله باذن الله. ثانك يو يا رب. الله الله يسعد مساكم يا حبايب اهل بينا، يسعد مساكم يا مشتاق لرعيها
أنا والليل عتم واني شوف خيامكم جمر المنابر بالفرح ضاويها وعالعين طلت بالطوبة البداواوي طلت وقالت يا قمر لاقيني يا بني يا لحظة يجرحني وداواوي عطش قاتلني ما كنت حساس
يعطيك ألف صحة كيف ما يقولوا أخواننا اللبنانيين، يعطيك ألف عافية. الله يعطيك يا رب. تعيشك. قديش حلو هاللون والله. هذا اللون نحن تربينا على التراث وعلى ودائما عندنا نحن بالجبل بالعالي الأصوات العالية معروفين، يعني الفنانين الكبار بلبنان تربينا على فنهم. وديع الصافي الله يطول عمره وعملاك، أمين. يعني علمنا هذا اللون وبدمنا بلبنان، فالحمد لله أنه وبنال إعجاب الكل، يعني ما بيموت هذا اللون، ما بيموت. وبأي مناسبة حتى بتشوف بالعالم بعالمنا العربي بيحبوا هذا اللون، بيحبوا يسمعوا هذا الشيء، يعني قد ما يسمعوا أغاني بيرجعوا بيميلوا كلهم للون الشعبي الجبلي. صحيح، أكثر فنانين لبنانيين نجحوا في تونس هما باللون الجبلي، كما نجوى كرم، كما ملحم زين، كما يعني مثل نجوى كرم، مثل ملحم زين، مثل أصوات لبنانية أخرى كانت الفيزا تبعهم لدخول العالم العربي هو هذا اللون، يعني هذا اللون مفتاح سر النجاح عندكم في لبنان. صحيح، بطبيعة لبنان الجبل بينمي هذه الأصوات، بيعطي هذه الأصوات، يعني مثلا من نذكر أسامي ملحم زين، وعني شريف، عاصي الحلاني، وائل كفوري، نجوى كرم، وديع الصافي، كلهم من الجبل، فالقوة الصوت يعني مش أي صوت حدا صوت الجهوري القوي بيقدر يغني هذا اللون غير هني أولاد الجبل وبيبرعوا فيه. يعني الله يحميكم إن شاء الله، الله يحفظك وتنوروا لبنان على طول. ناخذوا مع بعضنا اتصالات معنا. أبو سلام، ألو، خذ راحتك، أحسن حاجة في البرنامج هي التلقائية ولايف. ألو أبو سلام، أهلا وسهلا بيك. مرحبا صباح. مرحبتين، أهلا وسهلا. كيفك عيني؟ كيف حالك؟ الحمد لله، كيفك وكيف الأهل؟ العائلة تسلم عليكم ونور الشاشة وانت حلوة. Thank you. احنا كمان فريق البرنامج مع ضيفنا العزيز نسلم عليك. أبو سلام، أنت صديق للبرنامج عزيز تدلل. أشكرك وانت عزيزة علينا. يعيشك، ومن خلالك نحب نحييو كل الجاليات العراقية اللي نحبوها برشا وعزيزة على قلوبنا، خاصة أنا عندي صديقاتي عزيزات جدا على قلبي من العراق، فسلام كبير ليهم والأهلك. تفضل أبو سلام. مرحبا أخي الفنان العزيز علينا. مرحبا. مرحبتين أبو سلام حبيبي، أهلا فيك. حلو حلو صوتك، حلو. تسلم، تسلم لي. والرأسة الشعبية ذكرني بالعراق، حلوة. حبيب قلبي، حبيبي أنت. وهسه من نزعت شاكيتها صرت أحلى بعد. حبيب قلبي، هون الاستديو كتير شوب شوي. صوتك حلو، كل صوتك حلو. حبيبي حبيبي أنت. كل صوتك حلو، كلش حلو، بس صح حارة عليك، حارة. حارة حبيبي، أنت وصفاء حليته. صفاء حلي البرنامج وأنت حليت. الأغنية الحلوة. تسلم، تسلم حبيب قلبي. شكرا أبو سلام. حابب تسمع شيء خاص لإلك من عند جيد؟ أيوة أيوة أيوة، اسمحيني لو طلبنا طلب من الأخ. تفضل. بدي أغنية عراقية على ذوقك. لعيونك. على مهارتك. لعيونك. لعيونك. يخلص البرنامج وما اسمعها كل أسبوع من طبعا ما اسمعش. لعيونك أنت. أنت وأهل العراق. شكرا شكرا. أنا متابعك كل خميس نقطة. شكرا شكرا جزيلا أبو سلام. لو سمحت من وين تتصل حضرتك؟ حبيبتي أشكرك. لا شكرا على واجب. شكرا شكرا أبو سلام. نأخذ الاتصال الموالي. معنا اتصال موالي، أنا مش رح أذكر الاسم. أول شيء لو سمحت الأخت توطي صوت التلفزيون. Thank you sweetie. هذه المكالمة أنا مش رح أعلن على اسم المتصل لأنها رح تكون مفاجأة للضيف. بدأنا مفاجآت المباشرة معك. اتصال خاص ليك جاد، اتفضل حبيبتي. خليك جاد طلع الكاميرا. مرحب تاني، هلا. خليك طلع الكاميرا جاد. الحمد لله تمام. من معنا؟ زمانة. زمانة، يا أهلا حبيبة قلبي. يا أهلا، هذه أكيد هذه مفاجأة. جمانة أخت جاد، جمانة ماضية، حبيبة قلبي. نور حبيبي مثل العادي. تسلمي لي إن شاء الله. طلع الكاميرا خليك تشوفك. تسلمي، الله يخليك أختي.